كيف حالكم؟ ايش تقول رسالة للناس المجمعين اللي قاوا عشان هيك عشان قضيتي من تعز خصوصا؟ انت فرحان اليوم هي بقصة المحكمة اليوم؟ فرحان اليوم ان شاء الله؟ مطمئنة؟ عرفات قال عرس ان شاء الله الاسبوع الجاي. عرفات انا عملت مقابلة وقال ان شاء الله عرس الاسبوع الجاي. وانت متى؟ قبل الاسبوع الجاي او بعد؟ بعد الدينا بيقولوا هدى. شكرا جزيلا.